قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس اقتطاع حوالي 43 مليون دولار من عائدات الضرائب التي تحولها إلى السلطة الفلسطينية، وذلك بذريعة قيام السلطة بدفع هذا المبلغ كرواتب ومعاشات لأسر الشهداء وللأسرى في سجون الاحتلال خلال العام الماضي. وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي إن القرار الإسرائيلي يعد سرقة منظمة ومتعمدة لأموال الشعب الفلسطيني وابتزازا ماليا وسياسيا يعكس نهج دولة الاحتلال القائمة على تجريم جميع أشكال المقاومة وإلصاق تهمة الإرهاب بأبناء الشعب الفلسطيني وإنزال عقوبات جماعية عليه.